الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في باب تفسير التوحيد 4 آيات، ذكرنا الكلام على 3 منها و3 أنواع منتشرة من الشرك. الآية الأولى قوله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وهذه الآية التي فيها تعلق كثير من المشركين بالصالحين وأنهم يعبدونه ليقربوهم إلى الله زلفى، فبين سبحانه وتعالى أن عبادة الصالحين لا تنفع وأنها شرك بالله سبحانه وتعالى، وأن التوسل بعبادتهم إلى الله عز وجل لا يزيد العبد من الله إلا بعدا. وذكرنا في ذلك أنواع التوسل المشروع وغير المشروع ودرجات كل نوع من هذه الأنواع غير المشروعة وحكمها. والآية الثانية قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فكانت هذه البراءة من الشرك والمولاء لله سبحانه وتعالى هي حقيقة كلمة لا إله إلا الله التي جعلها الله عز وجل كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. تكلمنا على أنواع الولاء الواجب والولاء المحرم والبراء الواجب والبراء المحرم من خلال هذه الآية، ودرجات هذه الأنواع المحرمة ما بين الكفر والمعاصي. وأما الآية الثالثة فقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فدلت الآية على نوع ثالث من أنواع الشرك المنتشر، وهو الشرك المتعلق بالحكم، أعني باتخاذ الأحبار والرهبان ومن بعدهم ممن ليسوا بعباد ولا علماء، بل اتخاذ المشرعين من دون الله سبحانه وتعالى أربابا من دون الله. وتكلمنا في ذلك على أنواع الحكم بغير ما أنزل الله ومراتبه ما بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر والفرق بين النوع والعين والواجب على المسلمين في أحوالهم الحالية حيث لا يوجد تطبيق لشرع الله سبحانه وتعالى. فهذه الأنواع الثلاثة من أكثر الأنواع انتشارا، يعني الغلو في الشرك بسبب الغلو في الصالحين، والشرك بسبب موالاة أعداء الله عز وجل وعدم البراءة منهم، أو بسبب يعني التبرؤ من أولياء الله سبحانه وتعالى ومعادتهم بأنواع الولاية والبراءة المختلفة. والنوع الثالث نوع الشرك في الحكم والتشريع واتخاذ الأنداد في ذلك. ذكر الشيخ الآية الرابعة في هذه الآية في هذا الباب، وقد سقطت من نسخ فضل الغني الحميد، قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذه المسألة تدل على يعني وهذا الترتيب يدل على فقه الإمام رحمه الله وإدراكه للواقع خصوصا في آخر الزمان. وهذا النوع من الشرك باتخاذ أنداد المحبة والتعظيم الذين يحبهم الإنسان كحب الله ويصل به الحال إلى أن يبيع دينه بعرض من الدنيا من أجل ما يحب، ونسأل الله العافية، مع أنه قد يكون محبا لله سبحانه وتعالى ولكن يحب هؤلاء الأنداد كحبه لله حب العبادة، فكيف بمن يحب الند أكثر من حب الله، وكيف بمن يحب الند وحده ولا يحب الله؟ فهذا نوع من الشرك غفل الكثيرون عنه، وكما ذكرنا في آخر الزمان ينتشر هذا النوع من الشرك انتشارا عظيما، وربما لا يكون للناس أو لكثير من الناس غرض في مسألة الغلو في الصالحين، بل لا يخطر
على باله أمر الصالحين ولا الغلو فيهم، وليس في ذهني قضية في التشريع، وليس أمر الولاء والبراء عنده بما يشغله، ولكن يبني هذه الأمور كلها على ما يعظمه وما يحبه، فيجعل شخصا أو شيئا عنده يدور عليه الحب والبغض، ويدور عليه الولاء والعداء، ويتخذ أندادا يحبهم كحب الله. ولقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تفضيل ومحبة شيء فوق حب الله سبحانه وتعالى يكون شركا، في قوله عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. فلم يقل عليه الصلاة والسلام تعس من أكل الحرام فقط، وإنما سماه قال تعس عبد الدرهم، سماه عبد الدرهم وعبد الدينار، دل على وجود شرك في هذا الباب وليس مجرد معصية. وأكثر من يفسرون هذا الحديث يدورون على أنه تحذير ووعيد، وأنه من الشرك الأصغر، لأنه قدم حب المال على طاعة الله، ولم يلتفت الكثيرون ولم يذكروا أو كثير منهم لم يذكروا في الشروح من يصل الأمر إلى عبادة تامة للدرهم والدينار والقطيفة والخميصة بالحب والتعظيم وتقديم الدين عليه، مع أن المتأمل لكلامهم في أبواب الردة وغيرها يجزم بأن هناك صورا داخلة في الشرك الأكبر في من يحبهم، أو في مسألة اتخاذ أنداد المحبة والتعظيم. وذلك إذا باع الإنسان دينه بعرض من الدنيا من أجل عرض من الدنيا يكفر بالله سبحانه وتعالى. قد ذكرنا أن هذا النوع من الشرك هو من أكثر الأنواع انتشارا في آخر الزمان، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، ونعوذ بالله. ولو تأمل الإنسان هذا الحديث على يعني وجهه وحقيقته لوجد أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بقرب هذا النوع من الفتن، فتن الدنيا التي يبيع الناس دينهم من أجلها، حيث قال: بادروا، سابقوا، اعملوا الأعمال الصالحة قبل أن تأتي هذه الفتن تمنعكم من العمل، تشغلكم عن العمل، بادروا بالأعمال فتنا. إذا أتت الفتن سبقتكم فلم تدركوا الأعمال وضيعت عليكم تلك الأعمال كقطع الليل المظلم لالتباس الأحوال فيها. وإنما التبست الأحوال واشتبكت، اختلف الناس لأجل أن الدنيا هي المحرك الحقيقي، والناس إنما يتبعون ويقلدون ويعطون ويمنعون على حبهم لشيء من الدنيا، وهي من أجل التباس الأحوال فيها يشتبه من يتكلم بلسان الصديق وحاله حال وقلبه قلب المنافق الزنديق. والحقيقة أنهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. وهم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، التباس شديد ونفاق والعياذ بالله، ويحدث من ذلك من أنواع الخلل والخطر ما لا يعلمه إلا الله. فتنا كقطع الليل المظلم، أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يصبح الرجل مؤمنا، ولم يقل مسلما بل قال مؤمنا. إذن هناك خطر على كل إنسان في الحقيقة إذا كان الرجل يصبح مؤمنا، ليس فقط مسلما قد نقص إيمانه أو أنه لم يحقق القدر الواجب، بل سماه الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، في يوم واحد يبيع دينه. إذن هناك مخاطر عظيمة، هناك مواقف صعبة يتعرض لها الإنسان، وقد يقول في يوم أو في ليلة كلمة يخرج بها من الدين من أجل إرادة فاسدة،
من أجل تعظيم لأمر معين وحب لشخص معين ينصره ويتبعه، أو يقدم الدرهم والدينار والقطيفة والخميصة، يقدم الجاه والمنزلة والسلطة والرئاسة والوزارة والمنزلة عند الناس. وكما ذكرنا هناك نوع من ذلك، عبودية الدرهم والدينار في آخر الزمان، عبودية الشهوات منتشر انتشار خطير للغاية، وكثير من الناس من أجلها مستعد ليس فقط أن يبيع دينه، بل أن يهدم دين غيره، بل أن يحارب الإسلام في كل مكان من أجل مال يناله. ولو تصور الناس أن تجد مثل هذا الكلام في كتب الردة كما ذكرنا، عندما يحكم بعض العلماء مثلا على من قال، عندما وجد رجلا قد أسلم، كان كافرا فأسلم، فأعطاه الناس مالا جزيلا، فقال يا ليتني كنت كافرا حتى أعطى مثل فأسلم فأعطى ذلك المال. واختلافهم في هذه المسألة في أن هذا الرجل يصبح كافرا مرتدا عن الإسلام أم لا، من أجل أنه تمنى الكفر لحظة من أجل حب المال، وهو يريد المال في الحقيقة. فما تصور من يجزم بأنه لو قيل له أن يكفر كفر والعياذ بالله، وأن يحارب الدين حاربه، وأن يعادي شرع الله سبحانه وتعالى وأولياءه في الأرض كلها يفعل من أجل مال أو سلطان أو قطيفة أو خميصة. الأمر فعلا أمر جد خطير. وكما ذكرنا يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، وكان مؤمنا قبل ذلك، كان قد أدى الواجبات ظاهرا وباطنا وترك المحرمات، لكن أتت عليهم فتنة، امتحان فشل فيه، وصل الحال به إلى أن باع دينه بعرض من الدنيا. وهؤلاء قد يكون يعني فيهم من يقدم أنواعا من المحاب على حب الله سبحانه وتعالى، أو يجعلها كحب الله عز وجل. فهناك من يقدم التقليد الأعمى، ويقدم كما ذكرنا من يحبها أو يحبه أو تحبه على دين الله عز وجل، وهناك من يقدم المال، الشهوة الجنسية مثلا، ربما يوجد من يستعد للكفر لأجل أنه يحب امرأة والعياذ بالله، وأنه يريد أن يتزوج بها ويمنعه أهلها إلا لو كفر فيكفر والعياذ بالله. وهناك من ليس غرضه إلا المال فيكفر من أجل أن يعطى نصيبا من المال. وأظن قد ذكرت لكم مثلا حدثني به بعض إخواننا عن أحد الدعاة قابل أحد المنصرين في شرق آسيا، وكان هذا معه ابنه، وهو كان من أشد المنصرين يعني تعصبا ضد الإسلام والمسلمين، ومن أشدهم أذية وطعنا في الدين. فنظره في الطائرة، كان بجواره فنظره بالطائرة، فتبين له أنه كان في صغره مسلما، وقال له إن أبي وجدي وعمي ما زالوا مسلمين، كانوا مسلمين، وهناك من زال من كان مسلما، ولكن أهله كانوا في شدة في صغر سنه، فأعطوه يعني بذلوه للإرسالية من أجل المال. وقال له أنا مستعد لو تضمن لابني هذا راتبا جيدا أن تأخذه فتجعله مسلما كما كنت أنا. والذي يخاطبني يعني يحدثني عن يعني أمر واقع، الرجل ليس عنده قناعة بالنصرانية ولا بما يفعله، ولكن الراتب يريد راتبا. قال له أنه الآن عنده مسكن ولم يكن عندهم مساكن، وعنده سيارة وعنده، فمن أين له في الإسلام بذلك؟ فهو ليس عنده غرض يظهر أنه يجادل ويطعن في الدين ويظهر أنه مقتنع بالنصرانية، والحقيقة أنه إنما فعل ذلك من أجل المال، وهو مستعد لابنه أن يكون مسلما، أن يقدم ابنه لكم، بس بشرط أن يكون هناك مال. قناعته بالإسلام تدلك أنه مقتنع الإسلام أحق، ولكن المال هو المقدم والعياذ بالله. وقصة أيضا أخبرني لها تدخل في هذا الباب، أخبرني أحد الإخوة في أمريكا
أن رجلا مسلما ترك أولاده يعني يعيشون في هذا المجتمع ونشأوا فيه، فجاء ابنه مرة جاء يعني أتى هذا الرجل يشتكي لهذا الداعية ابنه، فقال له إن هذا الولد قد أتاه قد بلغ ويخبره أنه يريد الزواج من فتاة أمريكية لها أصول مصرية. وهؤلاء ما زالوا متعصبين بخلاف الأمريكان، ليس عندهم قضية الدين لها إيه؟ لها بال، هي تحبه وهو يحبها فلا يتزوجوا دون نظر إلى الديانة. لكن من كانت لهم أصول يعني في مثل أحوال من ذكرنا كان هناك ترجيد. فذهب الرجل يشتكي ابنه للداعية يقول له أن الولد أتاه وقال أنه أحب فتاة نصرانية، فذهب إلى أهلها فقال له لا نزوجك حتى تتنصر. فجاء الولد يطلب من أبيه أنه يريد أن يتنصر، فذهل الأب وقال له كيف ما وماذا يعني تفعل في دينك وماذا تفعل وأين موقفك من الله عز وجل؟ فالرجل عنده التزام بالإسلام في الجملة، فقال له الولد وهل يعني شعر الرب شعر الله عز وجل بقلبي حين أحببتها؟ هو ربنا عارف اللي أنا فيه دلوقتي ولا أعوذ بالله ونعوذ بالله من ذلك، وهو مستعد أن يبيع دينه. هو كافر في الحقيقة، الولد كفر فعلا من ساعة ما عزم أو طلب من أبيه أنه يكفر، جاي يستأذنه بس عشان ما يزعلش أبوه، بيحب أبوه أكتر من إيه من دينه، بيحب البيت أكتر من أبوه ولا أعوذ بالله، ويحب الشهوة مقدمة على دينه. لا، هو مستعد أن يبيع دينه بعرض من الدنيا. وأما لو نظرت إلى بلاد المسلمين، المقارنة التي ذكرتها من قبل، عندما كان في بلاد المسلمين تحتل عبر من أكثر من 150 سنة، كان عن بكرة أبيهم شعوب المسلمة كلها تقريبا ترفض أن تكون أن ترفض هذا الاحتلال وتقاوم بأنواع أو تعاون المقاومين والمجاهدين على يعني من أجل الدين، وبعضهم من أجل الوطنية، حتى الكفار كانوا يرفضون ذلك. يعني حتى يضربوا الأمثلة يقول لك ليه إن في ناس كفرة كانوا معاونين للمسلمين على إيه؟ على أعمال المقاومة. فكان هذا المستقر في بلاد المسلمين، أن أعداء الإسلام رحمه الله لا يمكن أن يعني يقبل مسلم أن يكون معهم، فضلا أن يكون جنديا من جنودهم. ولذلك كان لابد أن يأتوا بالاحتلال بالجنود يعني بمئات الألوف وعشرات الألوف ليحتلوا البلاد بأنفسهم. لا يمكن أن يجدوا من أبناء البلد من يقوم بهذه المهمة. ولكن عجب في زماننا أن الكفار في كل بلد ينزلون فيه يجدون ألوف الجنود، عشرات الألوف من الجنود الذين فعلا من أجل ماذا يحارب في صف الكفار؟ يقول لك أنا الراتب هنعمل إيه؟ الناس مش لاقية تشتغل، الناس لا تجد عملا ولا مرتبات إلا أن يعمل جنديا لدى الكفار. يعلنون الكفر صراحة، لا يتدثرون بدثار النفاق، وإنما يعلنون الكفر والعياذ بالله، فحبا للمال وحبا للوظيفة وحبا لأن يعيش حياة مرفهة فيها الترف، فهو والعياذ بالله باع دينه بعرض من الدنيا وقاتل في صف الكفار ليرسخ مبادئهم ويرسخ أقوالهم ومناهجهم في الناس. وورد عبر التاريخ ما طوائف كما سماهم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أبناء أعدائنا منا، لأجل الوجاهة التي يعطونه إياها عندهم مستعد لأن يطرف لأجل جائزة مثلا عالمية يعني يكتب أنواع السخرية من الإسلام والطعن فيه والعياذ بالله، وكل هذا لأجل حبه، لأنه هو في الحقيقة لا يحب الشيء لا يحب الدين الآخر ولا شيء، إنما يحب الشهوة المال والعياذ بالله، يحب الدرهم والدينار أو يحب الجاه عند الناس أو يحب الرئاسة والعياذ بالله. وكذلك كان من ذكر الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال ابن كثير رحمه الله يذكر الله تعالى حال المشركين المشركين به في الدنيا وما لهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه، وهو الله لا إله إلا هو، ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك.
وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله، يقول ابن كثير ولحبهم لله تعالى وتمام معرفتهم به وتوقيدهم وتوحيدهم لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه. ثم توعد تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك، فقال تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. قال بعضهم تقدير الكلام لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا، أي أن الحكم له وحده لا شريك له، فإن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه، وأن الله شديد العذاب، كما قال تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يقول لو علموا ما يعانون هناك وما يحل به من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال. ثم أخبر عن كفرهم بأعوانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين، لأن هذه المحبة انقلبت عداوة يوم القيامة. هذه المحبة الذين اتخذوا أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله واتبعوهم على ذلك فإنها تنقلب عداوة. قال فقال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في الدار الدنيا، فتقول الملائكة تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، ويقولون سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والجن أيضا يتبرؤون منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم، كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. روى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى يحبونهم كحب الله مباهاة ومضاهاة للحق سبحانه بالأنداد، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم. قال المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم وما هم بخارجين من النار. إذن في شرك محبة وتعظيم يؤدي إلى عدم الخروج من النار وهو كفر أكبر كما ذكرنا، شرك المحبة والتعظيم. الشرك الأول كان شرك الغلو في الصالحين، الشرك الثاني بسبب الولاء والبراء، الشرك الثالث بسبب الحكم، الشرك الرابع بسبب اتخاذ أنداد المحبة والتعظيم. شرك المحبة والتعظيم، إن الله قال وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما، فلم يدخلوا في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده. وهذا يظهر أمره في الطاعة. والشيخ طبعا اختار أحد الوجهين في التفسير وهو أنهم يحبونهم كحبهم لله، التفسير الثاني يحبونهم كحب المؤمنين لله، المؤمنون يحبون الله حب العبادة فصرفوا هم حب العبادة للأنداد. والذين آمنوا أشد حبا لله على الوجه الأول لما تمحضت المحبة عند المؤمنين، محبة العبادة لله عز وجل صارت قوية وصادفت محلها، فكان حب المؤمنين لله أعظم من حب المشركين لله، لأن المشركين توزعت محبتهم بين الله والأنداد لأنهم يحبون الله ويحبون الأنداد، ده ترجيح الشيخ. وعلى الوجه الثاني من تفسير الآية يحبونهم كحب المؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين لأوثانهم كما فسرها مجاهد، من الكفار لأوثانهم، لأن هذا الحب من المشركين لأوثانهم وأندادهم هو في الحقيقة ينافي فطرة الإنسان ولا يستقر في القلب، لأنه قد فطر القلب على محبة الله وعبادته وحده لا شريك له. ولذلك وافق
حب المؤمنين لله الفطرة السوية، فكان حبهم لله أعظم من حب المشركين لأندادهم. فكيف يعني على هذا الوجه أيضا أن هؤلاء المشركين لم يحبوا الله؟ والظاهر الأول لأن المعلوم أن المشركين كانوا يحبون الله أو يزعمون أنهم يعبدونه في حقيقة يعني دعوة في يعني في حقيقة الأمر كانوا يزعمون ذلك ويظنون أنهم يحبون الله ويحبون الأنداد، ولكن كان حبهم للأنداد أعظم، فذلك أو كان حبهم مساويا إذ جعلوا المحبة مشتركة بين الله وبين الأنداد. فكيف إذا كان حبه للند أكبر فكيف إذا لم يحب إلا الند وحده؟ ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله تعالى غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة واتخذه ندا من دون الله، وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله، كما قال تعالى في أولئك وما هم بخارجين من النار. وقوله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، المراد بالظلم هنا الشرك، كقوله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فمن أحب الله وحده وأحب فيه وله فهو مخلص، ومن أحبه وأحب معه غيره فهو مشرك، كما قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لزم أن يكون محبا له، ومحبته هي الأصل في ذلك. قال ابن القيم رحمه الله فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبه أي مع الله تعالى بعبادته له، وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له. هذا الحب وإن سمي عشقا الوغاية العب يعني فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه. تسميته عشقا ليس في الكتاب والسنة. قال وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما، وأن تكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى، فلا يحب إلا الله ولا يحب إلا لله. ثلاث قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله، ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته، وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها. ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه وهو الكفر بمنزلة كراهيته لإلقائه في النار أو أشد. ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة، فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه وحياته شيئا، فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وبين إلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر، كان أحب إليه من نفسه، كان الإيمان بالله أحب إليه من نفسه. وهذه المحبة هي فوق ما يرده العشاق المحبون من محبة محبوبيهم، بل لا نظير لهذه المحبة، كما لا مثل أو كما لا مثل كما لا مثل لمن تعلقت به. وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها، محبة الرب عز وجل يقدمه على النفس والمال والولد، وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا، وهذا لا نظير له في محبة المخلوق ولو كان المخلوق من كان. ولهذا من أشرك بين الله وبين غيره في هذه المحبة الخاصة كان مشركا شركا لا يغفره الله، يحب مخلوقا يذل له ويعظمه بحيث لو أمره بالكفر لكفر. هذا الذي معنا كلام ابن القيم رحمه الله، لأن هذا النوع من المحبة لو أمره بالكفر لكفر، يحبه جدا ولو طلب منه أن يكفر لا كان يمكن أو يقبل ذلك، كما قال تعالى يقول ابن القيم رحمه الله وكما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والصحيح أن معنى الآية أن الذين آمنوا أشد حبا من الله أشد حبا لله من أهل الأنداد لأندادهم،
أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد لأندادهم، كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة مخلوق أصلا، كما لا يماثل محبوبهم سبحانه غيره. وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته، وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته. ومن ضرب الأمثال لمحبته ومن ضرب لمحبته الأمثال التي في محبة المخلوق للمخلوق كالوصل والهجر والتجني بلا سبب من المحب وأمثال ذلك مما تعالى الله عنه علوا كبيرا، فهو مخطئ أقبح الخطأ وأفحشه، وهو حقيق بالإبعاد والمقت. وأيضا يبين ابن القيم رحمه الله أن أكثر الناس لا يتخذون أندادا في الخلق والربوبية، وإنما يتخذون أندادا في الحب والتعظيم. ولذلك يوجد في الكثيرين من المتأخرين في آخر الزمان هذا النوع من الشرك الذي يقدم فيه ما يحبه على دين الله عز وجل، إن كان يقدمه على الطاعة، ولكن لا يصل الأمر به إلى أن يقدمه على الدين كله، على أن يقدم على الشرك مثلا، يفعل الشرك فهو له نصيب من الشرك، لكن لا يبلغ به الشرك المخلد في النار. وأما إذا وصل به الحال إلى أن محبوبه يقدمه على دين الله عز وجل، يبيع دينه بعرض من الدنيا، فقد خرج من الملة، وما هو بخارج من النار كما ذكر الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا في آية البقرة فيها ذكر الاتباع، لأن هذه المحبة تستلزم الذل والطاعة، وهؤلاء الأتباع تابعوا متبوعيهم على الكفر بالله. وهذا والله منتشر انتشارا عظيما وخطيرا، لا بد من الحذر منه، نسأل الله العافية. ثم ذكر الشيخ رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم في أيضا فيما يبين به تفسير التوحيد، قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال الشيخ: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. غرض الشيخ من ذكر هذا الحديث تأكيد المعنى المذكور في تفسير قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فقوله عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، إذن كفر بما يعبد من دون الله هي قضية البراء الواجبة، أن يتبرأ من الكفر. والحقيقة أن لا إله إلا الله تتضمن الكفر بما يعبد من دون الله. من تأمل الحديث وتأمل معنى لا إله إلا الله دلته على ذلك، لأن كلمة لا إله إلا الله أولها كفر بالطاغوت، لا إله تنفي الإلهية عن غير الله، فهذا كفر بما يعبد من دون الله. وإلا الله إثبات التوحيد، إثبات الإلهية لله وحده لا شريك له، فهذا العطف وكفر بما يعبد من دون الله ذكره النبي عليه الصلاة والسلام تأكيدا للمعنى الذي تضمنته لا إله إلا الله، إلا الله، فهو عطف بيان، في الحقيقة هو عطف بيان. ويظهر فائدة هذا العطف فيما إذا نطق الشهادة وأصر على عبادة غير الله، فهنا لا يحرم دمه وماله. هذه القضية هي من قضايا الولاء والبراء، قد أوضحناها من قبل في معاني البراء الواجب ومعاني البراء المحرم. لو أن إنسانا أصر على أن يعبد غير الله كان بذلك ناقضا لحقيقة لا إله إلا الله. الشيخ رحمه الله يستعمل هذا الحديث لمواجهة واقع معين كان موجودا في زمنه،
أعني أن هناك من ينطق الشهادة وفي نفس الوقت يصر على أنواع من الشرك والردة عن الإسلام، ومنها عبادة الصالحين، ومنها عبادة يعني الأتباع، عبادة الأتباع لمتبوعيهم عند ذي المحبة والتعظيم، ومنها الشرك في الحكم، ومنها الشرك في الولاء، وغير ذلك من أنواع الشرك أو أنواع الردة الداخلة غالبا في أحد هذه الأنواع الأربعة. فالحديث يذكر الشيخ أن الحديث لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، لأنه جعله شرط إضافي أن يكفر بما يعبد من دون الله، ولم يجعله كأنه بيان فقط. فالشيخ يريد أن يبين بذلك أن من قال لا إله إلا الله وظل بعد ذلك يكفر بالله عز وجل، وظل بعد ذلك مصرا على عبادة غير الله، لم تنفعه لا إله إلا الله، ولم يحرم دمه وماله، حتى يضيف أنه كفر بما يعبد من دون الله. هل هذا الكلام من كلام الشيخ محمول على كل مسلم، بمعنى أنه يلزمه أن يقول في دخوله في التوحيد وعصمة الدم لا إله إلا الله كفرت بما يعبد من دون الله محمد رسول الله، حتى يصح كلام الشيخ رحمه الله، أم أن هذا كان في حالة خاصة وهي في نوع من المرتدين الذين كانوا يصرون على عبادة غير الله وهم يقولون لا إله إلا الله، فلا بد أن تضاف يعني يضاف التبرؤ من الكفر الذي كانوا عليه إلى كلمة التوحيد حتى يثبت لهم العصمة. وإلا فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي ممن جاءه مسلما بالشهادتين، هذا لا نزاع فيه، ولم يكن يقول له قل لا إله إلا الله كفرت بما يعبد من دون الله. وكما هو واضح أن لا إله إلا الله هي في حقيقة معناها كفرت بما يعبد من دون الله وأنا أعبد الله وحده، لا إله إلا الله تساوي كفرت بما يعبد من دون الله وأنا أعبد الله وحده، لا إله كفرت بما يعبد من دون الله إلا الله أعبد الله وحده، هذه حقيقة كلمة التوحيد. فاحتج به البعض على الكلام الأول وأن هذا في كل مسلم، لذلك نقول هذا الكلام من المصنف رحمه الله احتج به بعض أهل البدع في تكفير عوام المسلمين المستور حالهم أو في التوقف عن الحكم بإسلامهم وعصمة دمائهم وأموالهم، وذلك دون نظر من هؤلاء المبتدعين إلى سيرة الشيخ ودعوته ومن كان يقاتلهم وينازعهم، وجعل الشيخ هذا الحديث حجة عليهم. فإن الشيخ رحمه الله إنما كان ينازع ويقاتل من أصر على الشرك من دعاء غير الله أو رضي به وأقره أو حارب التوحيد وأهله مع أهل الشرك بعد بلوغ الحجة التي كان يدعوهم إليها ويبينها لهم من أدلة الكتاب والسنة القطعية. وكان هؤلاء مع حالهم هذا يقولون لا إله إلا الله. معلوم دعوة الشيخ رحمه الله كيف واجهت هذا النوع من الناس، كان هناك فعلا من يصر على عبادة القبور، وبعضهم كان لا يقبل ما عليه قوم ولكن من أجل القبيلة من أجل العائلة يقاتل مع قبيلته ضد أهل التوحيد ويأبى أن يقبل دعوة التوحيد، ويقول نحن وأنه يعلم أن هذا الأمر هو الحق، ولكن لم يكن ليدع هؤلاء يغلبون قبيلته يغلبون أهل بلده، فهو يقاتل أهل بلده ضد أهل التوحيد ليمنعهم من إقامة التوحيد وليحافظ على إقامة الشرك. هذا النوع كان موجودا، وكذلك هناك من كان مصرحا بعبادة غير الله ومقرا به ويتهم الشيخ ودعوته بأنهم خوارج ونحو ذلك، وقد بلغهم الأدلة وناقشهم وأقام عليهم الحجة فأصروا وقاتلوا عصبية جاهلية والعياذ بالله. فكان الشيخ رحمه الله يعاملهم على أنهم مرتدون، والمرتد الذي يقول لا إله إلا الله حال كفره لا ينفعه مجرد الإقرار بها حتى يضيف إليها الرجوع عما كان سبب ردته،
كما هو معلوم من كلام أهل العلم في أبواب الردة. وهذا مثل قول أهل العلم في الكتابي الذي يشهد حال كفره لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، أو يقر بالوحدانية مع كفره، زي اليهود مثلا وكثير من النصارى، لو قلت لهم لا إله إلا الله يقولون لا إله إلا الله، ومع ذلك لا يثبت إسلامهم بذلك، لأجل أنهم يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يضيفوا إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله علامة على الدخول في الإسلام. وبعضهم يقر أن محمد رسول الله ولكن إلى العرب فقط، فلا يكون مسلما حتى يضيف إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله أنه إلى الناس كفة، وهكذا. فلا بد أن يضيف هذا النوع من إلى الشهادتين عند إسلامه، النوع الذي يقر بالوحدانية ولا يقر للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لا بد أن يضيف عند إسلامه شهادته لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة لعموم الإنس والجن. وكطوائف البهائية والقاديانية الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله والقرآن حق، ولكنهم يقولون بعد ذلك بنبي غير النبي عليه الصلاة والسلام، بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون بأن القرآن حق لكنه نسخ، يقولون بوجود كتاب آخر بعد القرآن العظيم. فهؤلاء ينطقون الشهادة، هم يبذلونها الآن الشهادتين، فلا بد في إسلامهم أن يضيفوا إليها تكذيبهم بالبهاء وبالقدياني، كما فعل الصحابة مع أصحاب مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب نفسه كان بيقول إيه؟ يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومسيلمة رسول الله، ولكن قريشا قوما يعتدون، إن ربنا جعل له شركا في الأمر، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعتدي عليه، وهو يقر له بالرسالة والعياذ بالله. فهذا الكفر لا ينجو منه بأن يكرر الشهادة فقط، بل لابد أن يضيف إليه أن مسيلمة كذاب، لابد أن يشهد له عليه بالكذب. أما أن يجعل هذا الكلام حجة للتوقف في عصمة دم ومال من ثبت له حكم الإسلام ولم يعلم عنه ردة وخروج من الشرع، ولا يحكم بإسلام من نطق الشهادتين أو ولد لأبوين مسلمين أو أحدهما حتى يختبر ويمتحن بتفاصيل معينة وضعوها، هذا القول من أخطر البدع وأضلها، بل هو مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة، من أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجملة كان يقبل من جاء يريد الإسلام يكتفي منه بليه بالشهادتين، ويجعله بذلك مسلما، ويحكم بإسلامه دون أن يقول له قل وأكفر بما يعبدون دون الله. يبقى كيف تحكم على كلام الشيخ بأنه عام في كل الأحوال؟ لا بد وأن يضيف إلى ذلك كلمة كفرت بما يعبدون دون الله. وهل تجعل له امتحانا فتقول له يقول لابد أن تقول كفرت بالشمس التي تعبد من دون الله، كفرت بالقمر، كفرت باللات والعزة، كفرت بالصليب، كفرت بما كذا أنواع الملل كلها، ولا ماذا تجعل من حد في كفرت بما يعبد من الله؟ إن كان الإجمال أن يقول كفرت بما يعبد من الله فقد قالها في لا إله إلا الله. أما المطلوب في الحقيقة فهو لو كان يعبد شيئا معينا يصر على عبادته والشرك به، فهذا لا بد في إسلامه أن يصرح فيه بأنه ترك عبادة هذا الوثن. هذا النوع هو الذي يشترط فيه الزيادة، وليس أن كل أحد يشترط فيه أن يبين في نطقه الشهادة أنواع الشرك والتبرؤ منها. البعض مثلا جعل الباب ده هو الايه الفيصل، يعني بعض الناس ممن يتكلم في هذه مسألة مثل التوقف والتبين يقول احنا لابد ان نتبين له المسائل الثلاثة، هما حذف الرابعة اللي هي مسألة النسك والولاية والحكم. يقول النسك اللي هي العبادات التي تصرف للغلو في الصالحين، نمتحن ونشوف فيها هو فاهم التوحيد من هذا النوع ام لا، ونشوفه في قضية الحكم، ونشوفه في قضية الولاء. فإذا تبين أنه لا يفهم أي قضية من هذه القضايا فهو لم يقل لا إله إلا الله. ده كلام باطل من أخطر الباطل ومن أعظمه خطرا، مخالف للمعلومة الدين بالضرورة. الرسول عليه السلام كان يعلم، بل إحنا بنحتج إن دي أنواع من الشرك بإيه؟ مش بالآيات والأحاديث؟ إذا كانت موجودة أيام النبي عليه الصلاة والسلام الأنواع دي كانت موجودة، وكانت موجودة قطعا، ما إحنا جبنا الآيات منين؟ الآيات دي نزلت في ناس كانوا موجودين، مش كده بيعبدون، اتخذوا يعني أحبارهم ورهبانهم أرباب،
او لم يتبرأوا من الشرك واهله، او انهم كانوا يتخذون اندادا يحبونهم كحب الله، او انهم كانوا يغالون في الصالحين، كان موجود هذا الكلام. ومع ذلك اكتفى الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمة لا إله إلا الله. فكيف تزعم بعد ذلك أننا لابد أن نمتحن الناس في تفاصيل هذه الأنواع، ولا تحكم بإسلامه حتى يتبين لك أنه فاهم لجميع الأنواع من الشرك، وأنه تبرأ منها واحدا واحدا؟ لماذا لا تكتفي بالإجمال؟ يقول لك لأن الناس في الماضي كانوا يعرفون لا إله إلا الله، وأما الناس الآن فهم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، وهذا من أبطل الباطل. أعني أنه يعلق الحكم على في نطف الدخول في الإسلام بأمر خلاف ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن كل الناس في ذلك الزمن كانوا يعرفون ذلك، فمن أين لك بهذا النقل؟ من أين لك بأن كل الناس عربهم وعجمهم في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يعلمون هذه الأنواع من الشرك، وأنهم حين يقال لهم قولوا لا إله إلا الله يعلمون تفاصيل كل نوع منها؟ الناس كانوا يعلمون بلا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءهم بإجمال أن لا يعبد إلا الله مجملا. قد يجهلون بعض أنواع العبادات، قد يجهلون بعض أنواع الشرك أنها من الشرك، بدليل ما سيأتي في باب من تبرك بحجر أو شجر. كانوا لا يدرون أن اجعل لنا ذات أنواط تساوي اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، كانوا يجهلون هذا الأمر. مع الصحابة الكبار الذين كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام علموا أن هذا النسك عن التبرك عبادة، وأن صرفه للأشجار والأحجار هو شرك، فلم يقولوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. حدثاء العهد بالشرك قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فهذا لم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام يغير ما استقر عليه الأمر من أن الدخول في الإسلام كان بنطق الشهادة، وقاتل الناس أيضا على الشهادة. والرسول عليه الصلاة والسلام قد علم أن اليهود والنصارى عندهم هذا النوع من الشرك مع قولهم لا إله إلا الله، شرك اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، كان عندهم شرك اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، وهم يجهلون ولا يعلمون أو لا يسمون هذا شركا، كما قال عدي بن حاتم لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال إنا لسنا نعبدهم، قال لم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم. ومع ذلك عندما أرسل إلى هرقل كيف أرسل إليه؟ أرسل إليه أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، إني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله إجمال. ولا قاعد يقول له العبادة تشمل ثلاثة أنواع أربعة أنواع ستة أنواع، لا، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ولم يبين أكثر من هذا الإجمال، لأنه إذا أقر علم بعد ذلك تفاصيل هذا الذي أقر به. فهذه المسألة من أهم المسائل، وهو التفرقة بين في أصل دخول الإسلام وأصل ثبوت الدين للإنسان ظاهرا وباطنا أنه يكتفى فيه بالإجمال في حقيقة لا إله إلا الله، ثم التفصيل يعلمه بعد ذلك. إذا أصر بعد أن بين له تفصيل من التفاصيل على خلاف حقيقة لا إله إلا الله يجعل مرتدا، ولا يثبت دخوله في الإسلام إلا بأن ينص على ترك ما كان فيه من الشرك، وليس أن ذلك يجعل تفصيلا لكل أحد. يبقى هنثبت العصمة للناس إزاي إذا كان هذا الأمر لابد أن نمتحن الناس أولا في التفاصيل الدقيقة لحقيقة النسك؟ والنسك ده هتخليه هتقول النسك بس كلمة النسك، إن العبد يقول في لا إله إلا الله لا نسك إلا لله، ولا عشان النسك ده هتقول له الذبح نسك والطواف نسك والتبرك نسك والركوع نسك والسجود نسك والنذر نسك والحلف نسك والاستعانة نسك والاستعاذة نسك؟ هتقعد تقول له كل ده ولو ما أقرش بواحدة منهم يبقى كافر. ثم في الولاء إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هتقول له تعالى اعلم معنى البراء. البراء يشمل البغض ويشمل عدم الرضا ويشمل عدم الطاعة
والولاء يشمل الأنواع التي قعدنا نشرح فيها 7-8 مرات 10 مرات. يبقى مش هنثبت لإنسان الإسلام إلا لما يقول أقر أن الحب لله والنصرة لله والطاعة لله والمتابعة لله والتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وضد ذلك يقول أتبرأ من كل واحدة ضد ذلك. ده كلام ضلال مبين. نقول ثم نقول بعد ذلك في أنواع الحكم لابد أن يعلم أنواع الحكم التي هي شرك. أتبرأ من أن يكون هناك من يشرع من دون الله، أتبرأ ممن يجحد، أتبرأ ممن يسوي، أتبرأ ممن يفضل شرع البشر على شرع الله، أتبرأ ممن يجوز، أتبرأ ممن يوجب. ولا يثبت إسلامه إلا بذلك، أنت فعلا تخالف المعلوم من الدين بالضرورة. ثم نقول لماذا لم تذكر أنداد المحبة والتعظيم وهي كثير، اللي بيقول 3 بس، النسك والحكم والولاية. ثم يقول برضو وأكفر بما بالدرهم والدينار الذي يعبد دون الله، وأكفر بالشهوة التي تعبد دون الله، ويعدد كل الأنواع. طب لماذا لم تستختبره في توحيد الربوبية؟ وفي الحقيقة توحيد الربوبية مبني على توحيد الإيه؟ الإلهية، مبني عليه توحيد الإلهية. توحيد الإلهية مبني على توحيد الربوبية، فلا بد أن يقر لك بأن الرب هو الخالق الرازق المدبر، المعطي المانع، الخافض الرافع، المعز المذل، الضار النافع. وإذا توقف في مسألة فهو إيه؟ كافر. وبعدين لابد أن يقر أن الملك والملك لله، ولابد أن يقر أن السيادة والأمر والنهي لله. طب وبعدين التوحيد الربوبية ده مبني على معرفة أسماء الله وصفاته، فيلزمك أن تجعل كل اسم من أسماء الله تترتب عليه عبادة من العبادات شرطا في الدخول في الإسلام، ما يعرفش يتوقف. اشمعنى أنت اخترعت حدا هو ده الحد الذي يثبت به الإسلام وغيره لا، وتمتحن الناس فيه وما اكتفتش بالإجمال الذي اكتفى به الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول لا إله إلا الله. بعد كده علمه لا إله إلا الله تقتضي كل هذه الأنواع. أما أن أنت تقول لا، ده لو جهل مسألة من مسائل هذا الذي ذكرته من الثلاثة، والثلاثة وراهم تفصيل، وهقول لك اشمعنى الثلاثة ما غيرهم لابد مماثل لهم في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فلا بد أن يلتزم بأن كل مسائل الدين لا بد أن يمتحن فيها الإنسان حتى ننظر في دلالة لا إله إلا الله عنده. إذا ما كانش فاهمها يبقى كافر. هذا من أضل الضلال، معلوم من الدين بالضرورة، فعلا معلوم أنه مخالف للمعلوم الدين بالضرورة، من أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كانوا يقاتلون الناس على إيه؟ على لا إله إلا الله محمد رسول الله. من قالها ثبت إسلامه. وسنذكر في المرة القادمة إن شاء الله جملة فيما يثبت به حكم الإسلام للإنسان بما يكون الإنسان مسلما، حتى يتضح كلام الشيخ رحمه الله من أنه إنما يشترط أن يضيف إلى لا إله إلا الله الكفر بما يعبد دون الله، إنما يشترط ذلك في أنواع من الردة أو أنواع من الكفر صاحبها ينطق الشهادة ويصر على عبادة غير الله، وهو نوع معلوم بالنسبة له، شرك بنوع معين، وإلا فلا ألزمه بأن يعدد لنا أنواع المعبودات كلها. ولكن النوع اللي هو إيه؟ كفر بسببه، زي واحد كفر مثلا بسبب جحد وجوب الصلاة، يبقى ده هيضيف إلى ذلك إيه؟ أن يقر بوجوب الصلاة. زي ما قلنا كفر بإدعاء النبوة لغير النبي عليه الصلاة والسلام بعده، فيقوم يقول إن هو يضيف إلى الشهادتين أنه كفر بهذا المدعي للنبوة بمسيلمة الكذاب بالقدياني بالبهاء وغير ذلك من أنواع الردة. أقول قولي هذا واستغفر الله. على حساب الامتحان ده يلزمه أنه مش هيكونوا ولا طائفته حتى، ولا الطائفة بتاعته هو، إن هو بيزعم هو كم واحد من الطائفة بتاعته اللي قبلوا كلامه الباطل والمنكر، ان هم فعلا دارسين الكلام ده دراسة صحيحة. نطلع لهم مسألة في مسائل اسماء الله وصفاته، اسم من اسماء الله ما يعرفوش معناه، خصوصا ان صاحب هذا المنهج بيقول ان الجهل بجزء من اجزاء الحد اللي هم الثلاثة يعد جهلا بالحد، وفقده لا عبرة فيه بالجهل، يبقى فقد الإسلام كله، يبقى سبتلوش الإسلام. يبقى لو وانت يجي طبعا هو بيتزنق يقوم يقول لا الأسماء والصفات غير كده. ليه؟ ده الأسماء والصفات أصلي
أصل الربوبية والألوهية. ده كيف تعبده وأنت لا تعرفه؟ ده إنما قال هو الله الذي لا إله إلا هو لأنه له كل صفات الكمال، فكيف تزعم ذلك؟ الربوبية ليه ما دخلتهاش؟ بل في الحقيقة أنت ليه ما دخلتش بقية أركان الإيمان كذلك؟ لأن كل واحدة منها لو كفر بها لكفر به بلا إله إلا الله، مش كده؟ لو واحد قال جبريل لا نحبه أو قال جبريل لا نصدقه، يبقى ده مش هيبقى مسلم لغاية ما يضيف إليه إلى لا إله إلا الله أنه أن جبريل ملك من ملائكة يحبه ويصدقه. لو أنه أنكر القدر، لو أنه أنكر القيامة، لو أنه أنكر الجنة والنار، بعد ما نطق الشهادة يبقى مرتد، يبقى لازم يضيف إلى ذلك. يبقى احنا هنفضل نعدد له كل مسائل الدين، وفي الحقيقة أن كل مسائل العمل فيها جزء اعتقادي. يعني زي ما قلنا في الصلاة، لو واحد قال الصلاة مش فرض، لو واحد قال صيام رمضان مش فرض، لو واحد قال الحج مش فرض، ما ده جزء اعتقادي. لو واحد قال ميراث الذكر مثل حظ الأنثيين مش فرض، ده يبقى كافر، مش هيدخل في الإسلام إلا لما يقول إيه الجزء اللي هو كفر بسببه. كل مسائل العمل والاعتقاد، يبقى أنت هيطلع أن ما فيش حد مسلم والعياذ بالله. تتوقف فيهم كلهم بقى، يبقى التوقف والتباين ده فعلا بدعة ضلالة خطيرة، فضلا عن التكفير ان هو يقول لا ده هم بعضهم بيكفرهم، يقول لا ترى ما عرفناش فهمه لا اله الا الله يبقى الاصل انه كافر. وبعضهم بيقول لا لو ما عرفناش ادينا نستنى، لا نقول مسلم ولا نقول كافر، نتوقف حتى يتبين لنا الامر. وزي ما قلنا عمل حد الاسلام بدل كلمة لا اله الا الله اجمالا جعلها ثلاثة. كتاب حد الإسلام ده متضمن لبدعة خطيرة، رغم أنها مسألة واحدة. أقول لك المسألة دي بس، الكتاب كله كبير قد كده، الكتاب كبير قد كده قاعد يجيب فيه آيات وأحاديث وآيات وأحاديث وأحاديث، وبعدين جه في الصلاة جاي طلع بهذه البدعة وكفر المسلمين الذين جهلوا شيئا من تفاصيل الحد، وجعل الحد ده الثلاث مسائل. جبت منين التحديد ده؟ هيقول لك موجودة في الكتاب والسنة. طب ما موجود غيرها كمان، ما أنت ما ذكرتش حد أنداد المحبة والتعظيم زي ما قلنا مثلا، وما ذكرتش الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر الخير والشر، وما ذكرتش الإيمان بالربوبية، وما ذكرتش أسماء الصفات، وما ذكرتش إقرار بأركان الإسلام الخمسة الأربعة مع الشهادتين. ليه ما ذكرتش دول وجعلتهم امتحان للناس على عشان تقول نتوقف حتى يتبين لنا موضع مدلول الكلمة على قصد هذا الشخص؟ سبحانك اللهم. من أنكر المعلوم من الدين بالضرورة وادعى الجهل في خلال الفترة التي أكد فيها من دعواه، احنا الأول بنبص فعلا المسألة دي، يعني ايه معلوم من الدين بالضرورة؟ يعني انتشر علمه بين المسلمين، ماشي كده؟ انتشر علمه بين المسلمين حقيقة، حتى علمه العالم والجهل والخاص والعام. فادعاء الجهل ده لا يقبل، لأن احنا بنفترض في المسألة ان هو ايه؟ انه معلوم، مش كده؟ انه مش مجهول، الا لو ثبت بعد ذلك ان هذا الرجل نشأ في بادية او نشأ في محلة او في بلد كثر فيها الجهل، فعند ذلك يقبل دعواه الجهل ويقول انا لا ادري. المسألة مبنية على انه اذا كان معلوما من الدين بالضرورة فبمجرد انكاره لذلك كفر. اذا كان الامر محتملا يحتاج الأمر إلى استبيان، يبقى لا يزال مسلما حتى يبين له. الأمر ده مبني على مدى انتشار المسألة. لذلك الإمام الخطابي بيقول في مانع الزكاة، بيقول لو أنكر قوم في زماننا وجوب الزكاة فهل يكون سبيلهم سبيل مانع الزكاة في الزمن الأول من أنهم ليسوا بكفار وعذروا بجهلهم؟ الشيخ الإمام الخطابي في شرح حديث رحمه الله، في شرح حديث قتال أبي بكر لمانع الزكاة، يقول أن قتالهم كان قتال أهل بغي، وفي الحقيقة هو نوع ثالث كما الشيخ سامي رجحه، ولكن يقول أنهم ليسوا كفارا لأنهم تأولوا. فبيقول طب لو دلوقتي حد أنكر وجوب الزكاة هل يعذر كهؤلاء القوم في عدم التكفير؟ فقال لا، فإن علم وجوب الزكاة قد انتشر بين المسلمين حتى علمه العالم والجاهل والخاص والعام.
فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها إلا أن يكون حديث عهد بإسلام. فإحنا الأول إذا كان هو ناشئ عارفين اسمه وفي صفته ونشوف أحواله لغاية ما نستوفي الشروط التي كما ذكرنا، يبقى لا قبل أن يتأكد من استيفاء الشروط ما زال مسلما، لغاية ما يثبت عندنا أنه استوفى الشروط فنحكم بكفره. هو عند ربنا إيه؟ إذا كان لا هو إذا كان هو فعلا مستوفي الشروط عند ربنا وإحنا لسه بنستوفيها، هو كفر عند ربنا. يعني واحد دلوقتي ادعى الجهل وإحنا بنقول طب نشوفه الأول وساكن فين لحسن يكون جاي من بلد بعيدة، وإحنا لسه بندور الرجل ده مات ماشي كده، احنا لسه ما ثبتش لدى القاضي المسلم اللي هيحكم في المساله بانه ايه، بانه كافر ماشي كده، ما ثبتلوش لسه، وهو عند ربنا كافر لانه الحجه قائمه عليه بس احنا كنا لسه مش عارفين ونحو ذلك. لكن في فرق بين الحكم القاضي. يبقى الكلام اذا على ان القاضي ده ساعه حكمه بالرده هي اللي هيثبت فيها ايه الرده، ولكن ممكن تكون ثابته عند ربنا قبل ذلك. زي ما لو واحد انكر ايه من القران هنشوفه الاول، انت ازاي بيمكن قالي انت قريت المصحف؟ هيقول لي لا. هقول له طب انت بتفهم بتعرف تقرا؟ هطلع له جيب له الايه اهي، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. تفهم عربي؟ يقول لا ما بفهمش ماشي كده. طب هنجيب له واحد يترجمها له باللغه بتاعته. طب في المرحله دي انا عندي يمكن لسه ما بيعرفش عربي مش كده، يمكن لسه ما سمعش الايه قبل ذلك. انا ما حكمتش بيه لو انا قاضي يعني ما حكمتش بكفره لان انا لسه بتبين. هو عند ربنا كان سامعها وعارفها وبيجادل معايا، هو عند ربنا بايه كافر. حكم بالردة بيصدر من عالم او من قضاء ان فلان ارتد عن الاسلام بعد العالم ده ما يستوفي شروطنا في الموانع او كذا القاضي لسه ما استوفاش ما تأكدش والمسألة تحتمل اشتباها، فيها احتمال ان يكون غير منتشر العلم بيها، في احتمال اكراه في حق هذا الرجل، يبقى لا نكفر حتى يثبت الايه تثبت الرد. مش متوقع. احنا عندنا الفرق بين الاسلام والكفر خط مش مسافة. خط يعني ايه؟ يعني ما عندناش حتة الناس واقفة فيها لا مسلمين ولا كفار، ما فيش حاجة اسمها واحد ما نعرفش حاجة عنه، ده لابد له من حكم يا مسلم يا كافر، مفيش مسافة بين الاثنين، مفيش منزلة بين منزلتين. هو ده خرج من الإسلام دخل في الكفر، خرج من الكفر دخل في الإسلام، مفيش حتة فاصلة مسافة ينفع يبقى قاعد فيها لا مسلم ولا كافر، ظاهرا وباطنا. ظاهرا وباطنا، ظاهرا بمعنى أنا ما ثبتليش إسلامه بوجه من الوجوه. وهنتكلم إيه اللي يثبت به الإسلام؟ اسلام الكافر وبالتالي الشخص العادي، او ان في قرائن بنستعملها اذا جهلنا حكم انسان. انا ما ثبتليش اسلامه خالص ماشي كده، لقيناه على الحدود الفاصله في الصحراء بين دوله مسلمه ودوله كافره مثلا، ما فيش كثره غالبه هنا، ده في الصحراء، ودورنا على بطاقه نشوف اسمه ما عرفناش، ودورنا على ختان عشان نشوف مختون كانوا بين المسلمين وبين اليهود واليهود بيختتنوا، ما عرفناش اسلامه خالص ولا في غالب في الحته، يبقى ما سبقش اسلامه، يبقى لسه مش مسلم لغايه ما يثبت ايه اسلامه، اما بدليل او بقرينه. الدليل بتخلي الكافر اللي انا كنت عارف انه كافر بقى مسلم. يعني جالي اتنين شهود قالوا لنا ده احنا سمعناه قبل، احنا عارفين لقيناه مثلا بطاقته واحد نصراني ماشي كده اسمه جرجس، ما عندناش مسلمين بيسموا ايه جرجس، جه اتنين مسلمين شهود عدول قالوا سمعناه قبل ما يموت بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، انا علمي ان هو ايه كافر مش كده، قبل كده جاءت البينه الدليل القاطع بان هو ايه نطق الشهاده، يبقى حتى لو كان كافر دخل في الايه في الاسلام. طب لقينا ما عندناش دليل بالنوع ده، شخص ما نعرفش عنه لا اسلام ولا كفر ماشي كده، لقينا اسمه محمد، معروف ان محدش من الكفار بيسمي محمد، هحكم بالقرينة بناء على ذلك، اقول ان ده بالقرينة قرائن الاحوال تدل ان هو طالما بطاقته اسمه محمد يبقى ده ايه رجل مسلم. مش طب لو انا عارف ان هو كان كافر فعلا
اسمه محمد بس كان طول عمره بيطعن في الإسلام ماشي كده، وكان بيحرف القرآن وكان بيقول كذا وكذا من الكفر، وهو ما ثبتش رجوعه عن الكلام ده، يبقى هو ايه؟ كافر. عشان كده قلنا ما فيش ايه؟ مسافة، في حد فاصل بس، في خط، ما ثبتش اسلامه يبقى هو كافر، ما ثبتش كفره وهو مسلم في الاصل يبقى هو ايه؟ ما زال مسلما. هننظر في القرائن، من ضمن القرائن اهل البلد، يعني لو لقينا مسلم النهاردة في غزة ماشي كده، ولا في الضفة الغربية مثلا، في حي كله مسلمين او اكثر مسلمين، معرفناش ولا كلمة ولا قرينة، نعامله كايه؟ كمسلم ماشي كده. لقينا واحد في غابة من غابات الامازون ماشي كده، وما نعرفش ولا قرينة، دورنا على بطاقة على مش بتاع، الغابات دي اكثرها ايه؟ كفار وثنيين نصارى، وما فيش فيها المسلمين قليلين، يبقى هعامله كايه؟ ككافر. هذه معنى الدار في الحقيقة. حتى أنا جبت مسألة الضفة الغربية عشان يعلوها أحكام الكفر واليهود محتلينها، ومع ذلك العبرة في المسألة دي بالسكان وليس بالأحكام الغالبة على الدار. أنا كده يعني الدار نفسها يغلب عليها الكفر، أحكام الكفر، ومع ذلك سكانها ما زالوا مسلمين. فلو لقينا واحد مثلا في جنين في الضفة الغربية وهي اليهود مسيطرين عليها، وما لقيناش عليه علامات عسكري اسرائيلي مثلا، لابس لبس عسكري اسرائيلي، يبقى الاصل ان الراجل ده ايه؟ مسلم، لان اغلب سكان البلد مسلمين. لو لقيناه في حته اغلبها كفار يبقى الاصل فيهم ايه؟ الكفر. ولو قال النصراني بتاع زماننا، لو قال لا اله الا الله محمد رسول الله، دخل في الاسلام. لو قال لا اله الا الله محمد رسول الله خلاص. اسامه قال ايه؟ الراجل اللي كان بيقاتل اسامه، بيقاتل اسامه، قال لا اله الا الله بس، تكفي. لو قال اشهد يبقى زياده، يعني قصدي تحصل له ذلك. ما يجبش، ده تاكيد، ده زي بالظبط وكفر بما يعبد من دون الله. عرضا يعني ايه عرضا؟ لا، ما احنا قلنا النصارى بيقولوا لا اله الا الله، ده لازم يزود عليها محمد رسول الله، واخد بالك يعني؟ ده لا، لان هو النصارى ممكن كتير جدا تقول لهم قول لا اله، يقول لك ما احنا بنقول لا اله الا الله. ده شنو ده بيقول كده صراحه؟ بيقول احنا ما بنقولش تلات اله، ده احنا بنقول لا اله الا الله. ها ما هم عندهم كده في الحقيقه. ما ان عيسى هو الله، فعندهم لا اله الا الله بما فيها ان عيسى واحد، هو ده ولا اعوذ بالله هو الله. فده صلى الله عليه وسلم ما تكفيش، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ما تكفيش، لابد يشهد أنه رسول الله وإلى الناس كافة. وللعلم يعني لو قالها بيهزر ثبت إسلامه ظاهرا، رجع الكنيسة تاني بقى مرتد، يقول لك كنت بهزر، ده أنا كنت بغيز اللي قدامي. لا بالشهادة، أخبرك بالشهادة. ها شرعا هو مرتد، شرعا هو مرتد. لو كنا في دوله اسلاميه كان هيطبق لحد الرد، ما يقبلش انه انا شرفني، انا امرت ان نقب عن قلبك ان انت كنت بتهزر ولا صادق. صادق دي عند ربنا مالناش دعوه بيها، ده احنا لينا ان هو تلفظ بهذه الكلمه، قال انا ما كنتش قصدي، واحنا كل واحد هنقول انت كنت قصدك. لا، ثبت اسلامه بذلك، وهو بقى حسابه عند ربنا، هو ما كانش قصده، هو في الباطن ما دخلش في الاسلام، لكن في الظاهر عندنا دخل وخرج. لما قال ما كنتش قصدي كفر بكلمة ما كنتش قصدي دي، عايز يقول ان انا لا اقصد تحقيق التوحيد، لا اقصد دخوله في الدين، كده خرج من الدين عندنا في الظاهر، وهو عند ربنا ما دخلش، منافق. شيخ هي مطلوب قالت لا اله الا الله بس ما تمرش ما يكفيش، لان زي ما قلنا النصارى واليهود بيقولوا ايه؟ لا اله الا الله، وثني يقولها تقبل. شيخ الوثني يقولها تقبل، لان الوثني ما بيشهدش لا اله الا الله، دي علامه عنده على دليل الاسلام. انا خلصت.